صوروه هما بيحطوه في القبر. معقولة يا جماعة توصل للدرجة دي؟ اه وصلت للدرجة دي، وتم تسريب فيديو للحظة وضع ودخول الفنان الراقي الفنان الراحل هشام سليم داخل القبر. ومش بس كده، لا ده كمان تم تسريب فيديو لحظة طلوع روحه وأول رد من ابنه منهار جدا جدا بسبب للأسف سخرية الناس وتهكمهم عليه حتى أثناء دفنه لوالده. ومقتطفات من حياة الفنان هشام سليم هتحزنكم كتير وهتزعلكم كتير. معقولة فنان بهذا الرقي وهذه الأخلاق يوصل للمراحل دي وللدرجة دي؟ للدرجات دي بقينا وحشين وقاسيين؟ كانوا في مهرجان القاهرة للدراما وهو في اللحظة دي بيتعذب لوحده. حتى شقيقه وصل متأخر جدا لدرجة انه ملحقش يصلي عليه. بناته كمان تفاصيل في الحياة هنتسرق ان نوضح لحضراتكم الفيديو المسرب، وكمان لحظه دخوله القبر ويسرى انهيار يسرى بطريقه غير طبيعيه وبكائها وهي بتعلن الوصيه بتاعته. كمان الفنانه شريهان اللي نعته بكلمات مؤثره وهي بمنتهى الحزن والاسى: قلبي وجعني عليك يا صديق العمر. فعلا كان انسان راقي وفنان محترم، يمكن ادواره كلها محترمه بشهاده الجميع. في اواخر ايامه كان اعتزل التمثيل تماما وقال ان الوسط الفني في حاجات ما تنفعش معايا، وفي حاجات للاسف للاسف ما ينفعش انا اقول عليها لاني واحد من داخل الوسط. تم تشييع جثمانه بالأمس وسط حالة من الحزن تعم الوسط الفني. يمكن كل الفنانين بلا استثناء كانوا متواجدين، ومش بس الفنانين على فكرة، الشعب الجمهور كان ناس متواجدة زعلانة عليه. بس استوقفنا ابنه طبعا مش عايزين نتكلم ونقول تحويل جنسي او تصحيح، الله اعلم، ملناش علاقة بده، بس احنا متأكدين ان والده دعمه جدا في هذا الموقف. هسمعكم كلام والده على موضوع تحويل ابنه من انثى لذكر ونرجع تاني. بنتي نورة بقت ابني نور. ابنك نور؟ ابني نور. ازاي؟ ازاي ده ربنا انه يلاقي نفسه ويدور على نفسه في ظل مقارنات ويقرر هيعيش عيشته دي ازاي؟ دي انا شايل همها، وبما اني انا ابوه فلازم اساعده انه يقدر يحقق عيشته. كلامه ده كان مفاجأة كبيرة، والناس في الوقت ده زعلوا منه، قالوا له ازاي بتدعم ابنك في الموقف اللي هو فيه؟ لان ابنه بعد كده طلع واعترف وقال ان انا ما كنتش بعمل تصحيح ولا حاجة، انا كنت بعمل تحويل من انثى لذكر، وبالفعل عمل التحويل خارج مصر، ولكن هنا في مصر مش دعموا ابدا ان هم يطلعوا له الاوراق ولا البطاقة، ومازال لحد هذه اللحظة متواجد في بطاقته انثى، مش عارف يشتغل، مش عارف يعمل اي حاجة. هو الوحيد اللي كان بيسأل عن والده، علشان كده والده قال رموا ليا نورة ايام ما كانت لسه بنت. يعني هشام سليم بناته ما كانوش بيعبروه حرفيا، هو طلع واتكلم مع لميس الحديدي وقال انا عايش في وحدة وعايش لوحدي بس خلاص اتعودت. قالت له ليه؟ قال لها لان بناتي ما كانوش بيسألوا عليا ومش بيعبروني اطلاقا. عاش مأساة كبيرة طبعا. هنسمع مع حضراتكم الكلام بتاعه ونرجع نكمل. ونتيجة الطلاق موضوع الرؤية والكلام ده كله، يعني انتوا شغالين بالمقاييس دي لا، وفي رفع قضايا وبتاع وحاجات كده. ليه ما وصلتوش لتفاهم عن الطلاق؟ لان مفيش تفاهم معه. يتنفذ، ودي مشكلتي حتى كانت في الجواز، يتنفذ اللي انا بقوله. يا طب اتجوزت ليه بالاساس ده؟ علشان ما كانش كده قبل الجواز. ما بيكلموكش؟ يعني ما بيعبرونيش. ما بيعبروكش؟ الموضوع ده مضايقك؟ كان مضايقني، ولكن خلاص تعودت عليه وكبرت كفاية اني وصلت لدرجة اللي عاوز يكلمني اهلا وسهلا، واللي مش عاوز يكلمني برضو اهلا وسهلا. تقولهم ايه لو بيتفرجوا علينا دلوقتي؟ اقول لهم انا بحبكم. حضراتكم سمعتوا طبعا كلامه، كان محزن للجميع ان عياله مش بيعبروه حرفيا. الفنان هشام سليم رحل عن عمر يناهز 64 عام بعد صراع مع طبعا مرض السرطان، سرطان الرئة بالتحديد، رحمة الله عليه.
للأسف تم تسريب فيديو ليه لحظة طلوع الروح من داخل أحد المستشفيات، وفي نفس الليلة اللي كان بيتعذب فيها وتعبان كان وحيد، ما كانش حد من إخواته متواجد معاه، لدرجة طبعا إن كمان الليلة دي كانت فيها مهرجان القاهرة للدراما، فكانوا في طبعا ما كانوش غير في القاهرة، وهو كان متواجد في الغردقة وتعذب جدا. اكتشفوا بالصدفة وفاته، وتم تصوير فيديو ليه من احد الممرضات، وقالت انه اخر لحظاته كان بتشاهد ونطق الشهادة 3 مرات، ومش بس كده، كمان كان اخر ايامه متعود يقرأ في المصحف. سمعنا كمان نهال عنبر اللي قالت انه توقع موعد وفاته. مين بيتوقع يعني؟ ده الحاجة دي حاجة عند الله، ربنا هو اللي يعلم بالغيب. قالت انه هو عارف انه هيموت يوم 22، وهيموت الساعة كذا بالتحديد 10:50 زي ما اذيع عن وقت وفاته. محدش بيعرف المعلومة ديت، يمكن الله اعلم هي حابة تتكلم وخلاص. وكمان تم تسريب فيديو لحظة دخوله القبر، وقالوا طبعا كلام كتير برضو، الكلام ده عند ربنا وده علم الغيب، بس احنا بنشوف الصحفيين وبنشوف الناس وهي بتصور ناقصين يصوروه وهو بيتحاسب، يعني معرفش ليه. طبعا ابنه كمان نور هشام سليم اللي انزعج جدا من نظرات الناس، وقال انتوا ليه بتبصولي كده، انا زيكم، وقال لهم عيب قوي كفاية تصوير. كمان اول حاجة قالها نور هشام سليم، قال مات الوحيد اللي كان بيحضني وبياخدني في حضنه، فعلا كان والده بيدعمه بطريقة غير طبيعية وكان متواجد معاه دايما. بناته الاتنين التانيين ما كانوش بيعبروه، ما كانوش بيسألوا عليه، حتى ان اخوه كمان وصل متأخر جدا على تشييع الجثمان. اخر ايامه المرض انهش عظمه زي ما بيقولوا، انهش لحمه، لدرجة ان المرض انتشر في انحاء جسمه بالكامل. رحم الله الفنان الراقي الجميل هشام سليم، اللي قبل ما يموت كان فعلا اعتزل الوسط الفني وقال مش هقف قدام الكاميرا مرة تانية. حزن عليه وزعل عليه كتير من الوسط الفني، ونعوه بكلمات مؤثرة منهم احمد السقا وياسمين عبد العزيز. ياسمين عبد العزيز اللي برغم الخلاف القوي ما بينها وما بينه، لدرجة ان الخلاف كان وصل للمحاكم، اصرت على نعيه ولكنها لم تحضر تشييع الجثمان. ابنه قرر ان مفيش عزاء، وان الموضوع هيقتصر على تشييع الجثمان فقط لا غير، يعني النهاردة مفيش عزاء اساسا، لان الفنان هشام سليم مش هيتعمل له عزاء. الله يرحمه ويغفر له. أنا بشكركم شكرا جزيلا، ادعوا له بالرحمة، لأن الفنان ده فعلا شاف مآسي كتيرة جدا جدا في حياته، خصوصا من أقرب الناس ليه اللي هم بناته، رحمه الله. شكرا جدا، استنوا منا كل جديد أول بأول. ياريت لو حضراتكم متابعينا ما تنسوش تضغطوا لايك، ولو أول مرة تشوفونا ياريت اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله.